السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مختصون في التبريد المنزلي. ده اللمبة البرتقالية تفضل شغالة في التكييف الشهر، وده بتدل إن التكييف اشتغل لمدة ساعات طويلة جدا أو الفلاتر بتاعته اتوسخت، ولازم نعمل له إعادة تهيئة من تاني، لأن مهما لو طفينا المكيف وشغلناه مش هيطفي معانا. اللمبة دي هتفضل شغالة، اطفي المكيف شغله وتفضل اللمبة دي شغالة معاك، فلازم تلغيها خالص من مفتاح فلتر الرصيف. الزرار فلتر الرصيف ده بتتك عليه بتلغيها، بس بعد ما انت بتنظف المكيف وتشوف الفلاتر بتاعتك نضيفه ولا لا، وتبدا تنظفه تنظيف كويس وتشيل الفلاتر. فكها سهل جدا، وتاخدها وتنظفها وتنظف المكيف كان عاوز يتنظف ويتغسل، وتروق المكيف ترويق 100 100 بحيث يفضل شغال بالجوده بتاعته الكويسه والجوده بتاعته العاليه، ان الاتربه والاوساخ بتاثر على دخول وخروج الهواء من المكيف، وبيعمل بعد كده في مشاكل هنتكلم عليها فيما بعد. لما اتكينا على الفلتر الرصيف المفتاح طفى معانا، اللمبه طفت معانا خلاص كده. ده بعد ما ننظف المكيف وننظف كل حاجه فيه وننظف الفلاتر ونشغلها وتبقى 100 100، وده تدل المكيف اشتغل مده ساعات طويله وفي اتساخات وفي اوساخ، لازم ننظف ده. انا فكيت دلوقتي ولقيت معايا الفلاتر النظيفه وكل حاجه نظيفه، يبقى لنا اتك على فلتر الرصيف والعمل بتاعي انتهى ومفيش اي مشكله خالص، يبدا المكيف يشتغل بشكل طبيعي. في انواع من المكيفات التانيه موجود المفتاح في مكان تاني، طبعا لاول ما يجينا هنقول لكم على مكان ومفيش اي مشكله خالص، ونعلمكم المكان واحده واحده. مكيف لازم يكون الفن عنده خلفيه على اللمبه البروتونيه ديت، وحتى العميل لازم يكون عنده خلفيه على اللمبه البروتونيه دي اي سبب. لكن العميل لو المكيف متوسخ توسيخ جامد بالداخل مش هيعرف اللي هو ينظفه بالشكل المطلوب والشكل الصحيح. اطفي المكيف وشغله عادي مفيش اي مشكله، اللمبه معاش هتقيد معاك الا بعد مده عدد ساعات معينه، ممكن يعدي 300 ساعه او 180 ساعه حسب النظام اللي متقسم عليه المكيف ومتبرمج عليه، وحسب الاتساخات الموجوده على الفلتر ذات نفسه هيدلك يقول لك نظف الاول وبعدين شيل اللمبه دي. تشغيل مكيف سهل جدا، حبيت بس نعمل عنه فيديو عن الفلتر الرصيف وازاي نشيل اللمبه بتاعته البرتقالي اللي بتفضل شغاله وبتكون مضايقه بعض العملاء ومش عارفين السبب ايه. في بعض الفنيين بتكون ايضا مش عارفه السبب ايه، فبنقول لها على السبب بتاعهم. ده تكييف شرب، ده 1.5 طن، 1.5 حصان اللي هو 1 طن، لان 1200 بي تي يو 1 طن، 1800 1.5 طن، 24000 بي تي يو 2 طن. ده في بعض الاماكن بتشتغل بالطن وبعض الاماكن بتشتغل بالحصان، ولكن هو شغل الصحيح والدقيق اصلا بالطن وليس بالحصان او بالبي تي يو. ده الوحده الخارجيه هتتنظف وتتغسل بالاوساخ والادابه اللي فيها عشان خاطر المكيف يرجع لوضعه الطبيعي. واما اجي انا اشتغل في مكيف واقيس الفرن بتاعه، لابد ان انا اغسل الاول الوحده الخارجيه والوحده الداخليه وانضفها كويس عشان اعرف اللي اتعامل معاه واشوف الفرن بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط. ده الطبيعي اللي لازم الواحد يتعامل فيه ولازم يشوفه، ولازم قبل ما يحط عدد الشحن بتاعه اصلا على الجهاز لازم ولا بد اللي هو ينظف ويغسل عشان يكون العمل معاه مظبوط ويطلع معاه الضغوط مظبوطه، الفرن مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. لكن هناجي اللي احنا هننظف، اللي احنا هناجي نجيب العديد بتاعنا ونقيس الشحنه بتاعتنا والكلام ده، طبعا مش هيدينا الضغوط مظبوطه والعمل مظبوط، لان لو في عندي اوساخ واتربه في الوحده الخارجيه والوحده الداخليه تاثر معايا في الضغوط وتاثر معايا في العداد، ومش عارف ان كانت الشحنه مظبوطه ولا مش مظبوطه. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. ده الريموت بتاعه بالشكل العام، عندي مفتاح الاوف والاون، وعندي مفتاح ازاي اللي انا اشغل الساعه وافصل الساعه، ممكن اخلي الساعه ديت اللي انا الجهاز يفصل بعد ساعه، ممكن اخلي الجهاز يشتغل بعد ساعه، ممكن اخليه يشتغل بعد ساعتين او يفصل بعد ساعتين زي ما انا عاوز، وزي ما انا عاوز العب في الريموت قدامي مفيش اي مشكله خالص. هنحاول في وقت من الاوقات اللي احنا ننزل لكم الشرح بتاع الريموت ده، هو سهل جدا يعني الفني ذات نفسه لو مسك الريموت هيعرف كل حاجه فيه، ولكن حبيت ان انا ادي لكم بس اختصار عنه. ده مفتاح التربو، ده لو انا داخل المكان عندي مطفي الجهاز اشغل مفتاح التربو يشغلها على اعلى سرعه وكل حاجه فيه،
وطبعا التزويد والتنقيص بتاع المروحة والسويننج والمود، ازاي اشغل التكييف، هو سخن وساع ولا لا، عندي مفتاح الساعات قدام اهوت، ومفتاح الديليت تحته، كنسل تحته خالص، الغي المفتاح خالص، الساعات اللي انا عملتها، وعندي المفتاح ده، الديسبلاي ده لو انا الشاشه قدامي شغاله وانا عاوز اطفيها، ولازم يبقى عندي خلفيه على الحاجات دي كلها. في ساعات العميل الديسبلاي ده، ساعات العميل وهو نايم اللمبه بتكون شغلاه، او اللونات بتكون شغلاه، في بعض الموديلات بيكون الاضاءه شغلاه، فمفتاح الديسبلاي ده بيشيل اللمبه ويطفاها خالص عشان خاطر العميل يعرف ينام في جو هادي. ديسبلاي قدامكم اهو، وعندي مفتاح الريسيت.